تحياتي واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه، وان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وسعاده يا رب. الحقيقه انا بقالي 10 سنين يعني في هذا المجال اللي بتشرف بيه جدا، مجال الاعلام، من وانا عندي 18 سنه وانا جوه هذا المجال، ومريت بمواقف صعبه كتير جدا وتحديات، ومؤمنه ان دي اللي بتكون الشخصيه في الاخر. لكن الحقيقة امبارح يمكن مريت بأصعب موقف ممكن أي مذيع يمر بيه في حياته المهنية. اختصارا أنا بحكي لحضراتكم القصة دي لأنها مش تجربة شخصية بس، لكن فيها عظة لأي حد ممكن يمر بالموقف ده. الحقيقة أنا كنت يعني مطلوب مني أن أنا أصور حوار مع شخص محترم جدا وجولة معينة في مكان ما. الحقيقة نزلت الصبح امبارح ورحت أصور الجولة في المكان ده ومع هذا الشخص المحترم. الحقيقة أول ما بدأنا التسجيل يعني شعرت كده والتمست لي العذر في إن مثلا هو يا حبيبي يعني عمال يعرق والكلام ممكن ما يكونش مرتب قوي، فطلبت من زملائي ان احنا نوقف التصوير، وطلبت منه ان احنا نجمع افكارنا مع بعض وناخد راحه كده 5 دقايق وبعد كده نستأنف الحوار تاني. فالحقيقه يعني الراجل شكرني على هذا الموضوع يعني وهذا الموقف، وفعلا خدنا بريك يعني وراحه 5 دقايق كده، وبعد كده قلت له يوم ما حضرتك تبقى مستعد ان احنا نكمل يلا بينا. فلقيته بيقول لي يلا بينا نبدأ الحوار، وكان الحقيقة يعني عنده شغف بقى وبيقول لي لازم نصور مع العمال لأن العمال في المكان ده كانوا بيحبوه جدا وكان هو رئيسهم في العمل يعني. قلت له إن شاء الله بإذن الله حضرتك تحب إن أنا أصور معاهم يعني ولا تبقى معايا؟ قال لي لا نبقى مع بعض عشان يعني أوريكي إزاي هم بيتعبوا كده. وبدأنا الحوار، سؤال في التاني في التالت. هذا الرجل الجميل يعني وهو بيجاوبني وقع على الأرض وتوفى. موقف يمكن استغرق يعني أقل من 30 ثانية. راجل وهو بيجاوبني أغمى عليه أو ما أغمش عليه، هو وقع وكان خلاص يعني قضاء ربنا نفد وتوفى. الحقيقة أنا بحكي لحضراتكم الموقف ده مش عشان أقول لكم إن الموقف صعب وإن أنا تعرضت للموقف ده وصعب جدا وإن أنا ما جيتش امبارح عشان كان بصراحة يعني الموقف جلل ومهيب جدا وما قدرتش يعني أتلم على أعصابي إن في حد بيتوفى وإنت بتشتغل معاه، يعني وإنت بتشتغل معاه فهو بيجاوبك ففجأة يقع وينقضي الأمر. حقيقة هدفي ان انا احكي لحضراتكم القصة دي عشان اقول لكم ان والله ان الحياة ما مستاهلة، الدنيا ما تستاهلش، ما تستاهلش كم التكالب والصراعات والخناقات ان انت تزيح حد عشان تاخد مكان حد والكلام ده كله، ولا تستاهل ولا تستاهل. في لحظة الانسان بيروح، في لحظة أنت بتحصد بقى اللي أنت زرعته في الدنيا، في لحظة فجأة كده. الراجل يعني هذا الرجل العظيم الله يرحمه يا رب، لو تشوف حزن العمال عليه امبارح وقد إيه الموقف يقشعر له الأبدان، وقد إيه الراجل تحس إن هو ربنا سبحانه وتعالى سهل عليه حتى يعني طلوع الروح زي ما بنقول، تحس ان انت وظيفتك في الدنيا دي ان انت تزرع، بس تزرع الخير، تجاهد نفسك عشان وقت الحصاد، حصاد عملك بيجي في ثانية، بيجي في ثانية وانت في شغلك وانت في اي حاجة. وسبحان الله يعني هو توفى في مكان عمله، يعني مش قبل ولا بعد، مش في مكتبه مثلا او في بيته او لا، في مكان عمله اللي هو قضى عمره كله بيشتغل فيه وسط عماله. ف
لازم اقول لحضراتكم الحكايه دي عشان بس يعني نفكر كده بعض وما نخليش الدنيا تاخد اكبر من حجمها معانا. مفيش حاجه تستاهل. نفس القصه دي مش بعيده عن اليوم اللي احنا يعني بنحتفل بيه بعيد الشرطه. الحقيقه ان برضو شفنا كتير قوي ناس من اهالينا وناس من صحابنا وناس من معارفنا ضحوا بارواحهم عشان احنا نعيش في امان. ضحوا باستقرار حياتهم واسرتهم وزوجاتهم واولادهم وامهاتهم وعيلتهم عشان احنا نعيش في امان. ويمكن دي كانت من ابرز الرسائل النهارده اللي جت خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي شهد احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة 69. وخلال الحفل ده كرم الرئيس عدد من أسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية اللي سطروها قبل استشهادهم. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة خلال الاحتفال ووجه خلال هذه الكلمة تحية إعزاز وتقدير لكل رجال الشرطة الساهرين على أمن مصر. في تلك المناسبة الوطنية التي يحفظها التاريخ للشرطة المصرية، أبعث برسالة تقدير وعرفان لكل رجال الشرطة الساهرين على أمن مصر، على امتداد مواقع العمل الأمني في كافة أرجاء البلاد، وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. كما أتوجه بتحية وفاء وتوقير لشهدائنا الأبرار في معارك النضال الوطني وفي ملاحم العمل الأمني، وأقول لأبنائهم وعائلاتهم إن مصر لم ولن تنساكم أبداً. كمان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه مع المتغيرات الإقليمية المحيطة والتي تمضي في تسارع محموم وتعصف باستقرار الأوطان ومقدرات الشعوب وأمنهم واستقرارهم لتزيد من مخاطر الإرهاب. فمع المتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة والتي تمضي في تسارع محموم لتعصف باستقرار الأوطان ومقدرات الشعوب وأمنهم واستقرارهم لتزيد من مخاطر الإرهاب وشراسته، بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات، وفي خضم تلك المخاطر والتحديات الجسيمة كان الوضع المستقر لمصر تجسيداً للإرادة الجمعية الصلبة للدولة وشعبها العظيم، وكان حصاداً لتضحيات أبنائها الأوفياء من رجال الشرطة بجانب إخوانهم البواسل من القوات المسلحة المدركين لمسؤوليتهم تجاه وطنهم بالقضاء على آفة الإرهاب. وأقول بكل وضوح إن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد منا جميعاً لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم. معانا على التليفون دلوقتي الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني. أستاذ محمود تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك. لو بنتكلم على أهم الرسائل اللي شفناها في كلمات الرئيس النهاردة احتفالا بعيد الشرطة، ممكن نقف على ابرز المحطات اللي فيها ايه؟ وفي الحقيقه النهارده كانت رسائل، يعني كلمه قامه الرئيس كانت بتحمل عدد كبير من الرسائل، اولها انه احنا النهارده بنحتفل بيوم من ايام الكبرياء الوطني، الكبرياء الوطني اللي صنعوا ابناء الشرطه في سنه 51 بوقوفهم امام الاحتلال البريطاني، ودي رساله للتاريخ انه 25 يناير ستظل عيدا للشرطه المصريه للرجال الذين ضحوا والرجال الذين يعني قدموا ارواحهم فداء للوطن وفداء لكبرياء الوطن. فدي اول رساله. ثاني رساله في تقديري انه لا يجب ان يكون هناك نوع من انواع اليقظه والامن
واستدام الامن واليقظه ضد كل محاولات الارهاب الذي يتطور كل يوم. يعني احنا امام ظاهره متطوره بتستخدم في الصراعات الدوليه وفي الصراعات الاقليميه، وهناك دول تحركها ودول تمولها. ودي مساله اصبحت واضحه انه خلال الايام السابقه ظهرت مره اخرى عمليات لتنظيم داعش في اكثر من دوله، وكانه بيعلن عن نفسه مع تغيير النظام في الولايات المتحده الامريكيه. وده يعني شكل من اشكال انه لا زالت هذه الظاهره موجوده، ولا زال هناك بعض الدعم الدولي المقدم ليها وعدم المواجهه بشكل حاسم امام هذه الظاهره. فبالتالي رساله النهارده الواضحه من الرئيس انه يجب اليقظه والحرص والانتباه، لانه هذه الظاهره لم تنتهي واننا لا زلنا في معركتنا ضدها. الرساله الثالثه وهي الرساله الاهم، وهي فكره انه استرداد الامن هو الاساس في عمليه التنميه وهو الاساس في عمليه البناء. انه الدوله المصريه استكملت اركانها الدستوريه والتشريعيه، اعادت مره اخرى الاستقرار والامن، والان تنطلق في مساله تحقيق ما تم يعني النزول من اجله في 25 يناير الحديث عن العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه تنطلق من الريف المصري وتنطلق من عمليات تنميه الريف المصري وتغيير الشكل الحياه في الريف المصري. وده اتصور انها من اهم الرسائل النهارده اللي الرئيس توقف عندها كثيرا حتى ينبه الشعب ان احنا امام معركه مهمه جدا لا تقل باي شكل من الاشكال عن معركه الاستقرار والامن السابقه، ولكن امام معركه التنميه ومعركه البناء، والبناء في منطقه لم تدخلها التنميه منذ سنوات طويله. الريف المصري من الاماكن التي لم يطلها يد التنميه، الاماكن اللي فيها تظهر فيها بشكل واضح جدا الفجوات الطبقيه والفجوات في الدخول، وايضا في عدم اكتمال عمليه التنميه فيها، لانه فيها جزء كبير جدا حتى ويمكن الرئيس اشار ليها جزء كان غير مخطط وتم بناء على يعني تحركات من الاهالي بشكل غير يعني ربما يكون بشكل عشوائي. فبالتالي عمليه تنميته مساله صعبه جدا والمستفيدين منهم ربما الرئيس النهارده اشار لاكثر من 50 مليون مصري هيستفيدوا من مشروع حياه كريمه الذي سيمتد الى القرى، اكثر من 4000 قريه ستصلها يد التنميه، عمليات تنميه بتبتدئ من الكهرباء لتبطين السرعه والمصارف لعمليات توصيل المياه، بناء الشكل البيت المصري هيبقى بناؤه بشكل حضاري وبشكل منظم، واتصور انها عمليه من اضخم عمليات التنميه اللي ربما تشهدها المنطقه. طيب استاذ محمود، يعني انا مش عايزه افوت حقيقي الفرصه اللي احنا بنتابعها دلوقتي في الصور على الشاشه لو حضرتك كمان متابعها معانا. الحقيقه كان في لحظات انسانيه من قبل يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهالي الشهداء وتكريمهم، وكمان يعني حسهم بشكل كبير جدا على انهم بيساعدوا الوطن في استقراره وامنه. يعني اللحظات دي الحقيقه برضو ما ينفعش ان احنا نمر عليها كده مرور الكرام، ولازم نقف يعني نشوف دلالتها ايه وانعكاسها ايه على الروح المعنويه لاهالي الشهداء، وكمان على الضباط اللي هم بيسهروا الليالي وبيجتهدوا جدا عشان يحافظوا على أمن واستقرار مصر، فبيبعثوا برضو برسالة معنوية جدا في هذه المشاهد. بالتأكيد يعني ده مشهد يعني أصبح جزء من احتفالنا السنوي بعيد الشرطة، إنه يبقى فيه اهتمام بأسر الشهداء. مصر بتدي رسالة واضحة إنها لن تنسى شهدائها وإن أبنائهم يعني سيظلوا محط اهتمام من الدولة المصرية، ان هذه التضحيات تضحيات مقدرة، وانه هؤلاء الشهداء دفعوا من اجل استقرار مصر وامنها، دفعوا دمائهم من اجل استقرار مصر وامنها، وانه هيئة الشرطة كهيئة نظامية طول الوقت تعمل من اجل تأمين هذا الوطن ولا تبخل بالدم، دم اولادها من اجل هذا المشهد، واسرهم بتستقبل المسألة دي يعني بشكل من اشكال الرضا بما قسمه الله لها. وده اللي يمكن بنشوفه، وبنشوف حتى يعني اللحظات الانسانيه يعني المهمه اللي الرئيس بيدي فيها اشاره انه راس الدوله المصريه مهتم بشهداء الشرطه، مهتم بكل شهداء مصر في الحقيقه في كل المعارك، وده اصبح يعني طابع من يعني لشكل وهيكل الدوله المصريه، انه اولادها يعني الشهداء
في الشرطه والقوات المسلحه هي لا تنساهم في كل الاعياد، بتكرمهم في كل مكان، بتحاول انها يعني تقول لهم ان مصر بجوارهم. احنا شفنا يمكن حتى في القوانين والتعديلات الاخيره الخاصه بصندوق اسر الشهداء، وانه هناك كثيرا من المميزات وكثيرا من الدعم المقدم ليهم في كل المجالات في الحقيقه، وده بيدي مؤشر لانه هذا الدعم لن يتقطع ولن يتوقف يوما ما. الاشارات الانسانيه المهمه اللي بتظهر دايما، وحرص الرئيس ان هم يكونوا موجودين في كل احتفال، ده تاكيد مهم ان الدوله المصريه ان هم يعني لا زالوا باقيين، ولا زالوا باقيين في ذاكره الوطن وفي سجل الفخر والفخار في كل هذه القطاعات التي دفعت ثمن مكافحه الارهاب، والتي دفعت ثمن حتى المواجهات مع يعني عصابات الجريمه المنظمه وغيرها. فدي اشارات كلها يعني بتصور انها مهمه جدا، وربما كثيرا من يعني اسر الشهداء بيبقى ليهم رسائل خاصه لدى الرئيس السيسي، لان هم بيشعروا بيه وبيشعروا انه فعلا يعني يشعر بيهم ويشعر بالمهم ويشعر انه يشعروا انه هو قريب منهم. فبيبقى في رسائل طول الوقت بتبقى موجهه من الاسر لكل الشعب المصري وكل الضباط وللرئيس، وبتنعكس على مصداقية الصورة الحقيقة اللي احنا بنتابعها دايما في هذه الاحتفالات. أستاذ محمود بسيوني الكاتب الصحفي، شكرا جدا لحضرتك على هذه المداخلة. نعت السيدة انتصار السيسي الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية مساء أمس. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ودعت مصر نموذجا مشرفا وعظيما للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها، وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي والتي وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة. رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان. النهاردة أكد أعضاء مجلس النواب على أهمية جلستي وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ووزير القوة العاملة محمد سعفان، وده بعد المناقشة في أداء يعني الحقائب الوزارية لهما وموقف كل منهما من تنفيذ برامج الحكومة. الحقيقة دول وزارتين من أهم الوزارات اللي ليهم مساس مش بالداخل فقط، أيضا مساس بالخارج. وزارة القوى العاملة لها مكاتب متعلقة بتنظيم العمالة المصرية في الخارج، أيضا وزارة الهجرة هي معنية بمتابعة شؤون المصريين في الخارج، وبالتالي نحن أمام وزارتين لهم علاقة بأوضاع المصريين في الخارج، وبالتالي هيكون في تركيز على القضايا اللي بتمس المصريين في الخارج وبتمس حقوقهم، في ظل أنه الدولة تتوجه بشكل كبير إلى دعم ليس المواطن في الداخل فقط، وإنما أيضا رعاية حقوق وشؤون المصريين في الخارج وما يواجههم من أي صعوبات أو ما يتعرضوا إليه من أي مشكلات، وقدرات الدولة في الدفاع عن حقوق المصريين في الخارج. طبعا جلسة الخاصة بمناقشة وزير القوى العاملة كانت جلسة مهمة جدا، لأنها تناولت العديد من الملفات اللي بتشغل طبعا يعني بال زملائنا من النواب وبال كمان الشارع المصري. يمكن أهم الملفات اللي طرحها معالي الوزير هي فكرة إزاي الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وربطها بشكل إلكتروني علشان خاطر يسهل عملية التواصل ما بين هذه المكاتب. النهاردة حصلت مناقشة واسعة جدا مع وزارة الهجرة. وزارة الهجرة من الملفات الحيوية جدا لأنها متعلقة بملايين المصريين في الخارج، لا سيما في ظل جائحة كورونا. الأسئلة كانت في كافة المحاور المتعلقة بحماية المصريين في الخارج. على رأس تلك المحاور الإجراءات اللي قدمتها الدولة للمصريين في الخارج، مشاكل العالقين، كيف تعاملت مع وزارة الهجرة، الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، كافة الملفات المتعلقة بالمصريين في الخارج تم مناقشتها اليوم. الحقيقة الهدف من حملة مهمة جدا احنا يعني هنتكلم عليها مع حضراتكم دلوقتي، لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف. كتير جدا احنا بنشوف ان غياب النقاش وغياب كمان يعني التوعية ما بين الأسرة للأسف بيستغلوا الخبثاء والأشرار في استقطاب بعض شبابنا وأطفال كمان
بشكل كبير للأفكار المتطرفة. ويمكن احنا شفنا ده يعني بشكل مباشر وعشناه ما بين ناس كتير قوي نعرفها الحقيقة، وبنشوفها في مجتمعنا ومش بعيدة عننا، ان بسبب خلل أسري او بسبب خلل في الحوار والتواصل ما بين الأبناء والأب والأم او العكس، يعني الدايرة مش متزبطة زي ما بنقول كده في الحوار والنقاش، سبب نوع من أنواع الخلل الفكري وأدى إلى استقطاب أفراد كتيرة جدا من أسر مصرية لبعض العناصر المتطرفة. عشان كده مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أطلق حملة محترمة جدا بعنوان حمايتهم واجب عليك، بهدف التوعية بخطورة التطرف على أفراد الأسرة اللي بتعد أحد أركان المجتمع. وبتبين الرسائل الخاصة بالحملة اللي بتنشر بلغات المرصد المختلفة، يعني هي لا تكتفي فقط باللغة العربية لكن في لغات تانية مختلفة بيتم التواصل بشكل كبير جدا في إطار هذه الحملة المحترمة الحقيقة. هدفها الأساسي أهمية التواصل، النقاش الإيجابي ما بين أفراد الأسرة في حمايتها من الانسياق وراء الأفكار المتطرفة. عايزين نعرف أكتر يعني بعض التفاصيل مع الدكتور محمد العوضي، مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف. يا دكتور محمد تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك أستاذة آية وجميع مشاهدين سي بي سي. أهلا وسهلا. حمايتهم واجب عليك، يعني من عنوان الحملة إيه الهدف بالضبط؟ دكتور محمد؟ طيب هنحاول ان احنا نجيب دكتور محمد تاني معانا. زي ما بقول لحضراتكم ان النقاش والتحدث مع افراد الاسره ده شيء ايجابي جدا، ويمكن احنا بنعيش بعض السلبيات الحقيقه في اطار انتشار السوشيال ميديا في بيوتنا المصريه. عملت نوع من انواع الاغتراب كده، او ان انت تبقى عايش مع نفسك بس في زي ما بنقول الفقاعه اللي خاصه بيك ومنعزل عن افراد اسرتك. الحقيقه ده نوع سبب كثير من الرواسب السلبيه جدا في عدم التواصل ما بين افراد الاسره، وبيجعل الطفل او الشاب او المراهق بيئه خصبه لاستقطابه بشكل كبير للعناصر المتطرفة. يا دكتور محمد حضرتك معايا دلوقتي؟ مع حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. عنوان الحملة حمايتهم واجب عليك، يعني الهدف من هذا العنوان إيه وبالتالي من الحملة؟ الحملة بتأتي في إطار عدد من الحملات اللي بيقوم بها المرصد لمكافحة التطرف، وده المرصد بيقوم به بصفة مستمرة للحفاظ على المجتمع. حملة حمايتهم واجب عليك دي أحدث حملات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وهي بتهدف للحفاظ على الأسرة بشكل عام. حمايتهم الضمير هنا يعود على أفراد الأسرة، واجب عليك أو عليكي اللي هو المسؤول عن الأسرة، دور الأب والأم. وزي ما حضرتك شايفة العنوان سهل وبسيط ومناسب وبعيد عن التعقيد علشان يوصل للكل بسهولة. فالمرصد بيعتبر أو يعني دي حقيقة علمية إن الأسرة هي أصغر نواة في المجتمع. صحيح. وبالتالي يجب الحفاظ على هذه الأسرة من التفكك، لأن التفكك الأسري هو أول خطوة في طريق التطرف. طب معلش اسمح لي يا دكتور محمد، يعني إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، يعني إحنا ما نضمنش برضو يعني الحقيقة إن الأب والأم يكونوا على قدر من الوعي بشكل كبير عشان ينقلوه لأولادهم، ما دي مشكلة برضو تانية. فهل في مساعدة أو تأهيل يعني مسؤول الأسرة دي الأب أو الأم عشان نقدر إن احنا نحمي أولادنا؟ في الحقيقة ده سؤال مهم جدا جدا. أولياء الأمور لازم يكونوا على دراية كبيرة بمخاطر التطرف في الوقت الحالي، خاصة إن احنا نعيش في عصر السماوات المفتوحة والأبواب المفتوحة، وأصبحنا نعيش في البيوت وكأننا في جزر منعزلة. كل فرد منكب على هاتفه، سواء الأب أو الأم أو الأبناء، كل فرد فيهم منكب على هاتفه وبعيد عن الآخر ولا يعلم. يعني لهذا كان من الضروري جدا أن يعلم الآباء
والأمهات بمخاطر التطرف. ونحن في مرصد الأزهر نقوم بدورات توعوية بشكل مستمر، ونقوم بحملات طرق الأبواب، وننزل إلى النوادي وإلى المساجد وإلى الجامعات وإلى كل هذه الأماكن المجتمعية. صراحة في فترة كورونا وللحد من التواصل الاجتماعي حاولنا أن نعوض هذا الدور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لضرورتها أيضا في هذا الوقت. لكن توعية أولياء الأمور زي ما حضرتك أشرتي أمر ضروري جدا جدا، وبالتالي هناك أدوار مكملة لأدوار الأسرة. يعني زي ما بنقول الأسرة هي حائط الصد الأول، فبيليها في مرحلة الشباب ومرحلة النشأ المدرسة والجامعة، ودي أدوار مكملة. وبالتالي زي ما الأسرة يجب عليها أن تضع عينها على أولادها، كذلك المعلم في المدرسة والمعلم في الجامعة يجب أن يضع عينه على هؤلاء ويدق ناقوس الخطر إذا لاحظ أي أمر، لأن الشباب عموما هم الأكثر عرضة للتطرف، وسن التطرف أو الأكثر سن في سن التطرف من 18 سنة ل 24 سنة. فبالتالي المرحلة دي هي اللي بنجب أن احنا نصوب النظر عليها ونركز عليها من جميع الجهات. التعليم والتأهيل لأولياء الأمور ده أمر ضروري جدا، ونحن بنحاول القيام به أيضا. طيب دكتور محمد، بالنسبة للسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا أكيد عارف يعني، وخاصة الفئة اللي حضرتك يعني حددتها من 18 ل 24، يعني من أكتر الفئات اللي بتستخدم السوشيال ميديا بشكل كبير. هل الحملة دي ممكن تقدر أنها تساعد في عدم استقطاب هؤلاء الأفراد اللي يعني العناصر المتطرفة؟ وكمان أخبار اللغات المختلفة إيه؟ يعني في متن الخبر كان في أن الحملة مش هتكون بس باللغة العربية، لا هتكون في لغات تانية متنوعة. بالفعل يا فندم، الحملة بتصدر ب 12 لغة، على رأسها طبعا اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية واللغات الإفريقية ولغات أخرى. الحملة بتحتوي على رسائل بسيطة سهلة الفهم لكافة مستويات التعليم، من المستوى البسيط حتى الأطفال وحتى الكبار. تحتوي على صور معبرة جدا جدا، إن شاء الله لو حضرتك اطلعتي على الصور ستجديها سهلة جدا على الفهم. تحتوي على رسالة بسيطة منها التوعية الأسرية، التماسك المجتمعي، حماية الأطفال من الألعاب الإلكترونية الخطيرة التي قد تكون عاملا لارتفاع التطرف أو للاستقطاب. وحضرتك بالتأكيد تعرف أن في دراسات منشورة تحذر من هذه الألعاب، كما تنبه على ضرورة معاملة الأطفال تحديدا معاملة خاصة في أننا أصبحنا في زمن متطور جدا، فلا بد من مراعاة نفسية الطفل. هذه النفسية التي تلعب عليها أحيانا الجماعات المتطرفة بمفهوم الوصايا الأبوية وغيرها لتستقطب هؤلاء في سن مبكرة وتضمهم له. فبالتالي كان ضروري أن احنا نبث هذه الحملة وغيرها من الحملات التالية تباعا إن شاء الله، التي تستهدف حماية هؤلاء الأطفال والشباب وتوعية الأسرة بضرورة الاعتناء بأبنائهم وبناتهم داخل المجتمع حتى يكونوا محصنين تمام التحصين من هذه الجماعات المتطرفة. إن شاء الله نهدف أن تكون هذه الحملة يعني عامل مساعد يمنع هؤلاء الشباب ويساعد الأسر في تنوير أبنائهم ضد مخاطر التطرف. طيب قياس رد فعل الحملة، بمعنى رجع الصدى منها أو انعكاسها بشكل كبير وإنها فعلا نجحت، حضراتكم بتقيسوها إزاي في مرصد الأزهر؟ احنا يا فندم عندنا عدد من الاستبيانات اللي احنا بننشرها تباعا للحملة، وبنرى وقعها، وتكون الاستبيانات محملة بعدد من الأسئلة، الأسئلة التي يعني موضوعة من خلال متخصصين، لنرى كيف ساهمت هذه الحملة وكيف انتشرت هذه الحملة بين الشباب. ثم نطالب أيضا بوضع اقتراحات في خلال استبياناتنا، ما هو المقترح، ما هو كان المنتظر منكم أيضا، لأن الجمهور والشباب هم الهدف الأول، فبالتالي آرائهم تؤخذ في موضع الاهتمام حتى نكون على نفس مستوى الفكرة مع هؤلاء الشباب.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور محمد العوضي مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف على كل هذه التفاصيل. وفاصل قصير ونعود لحضرتكم من جديد مشاهدينا، دائما ابقوا معنا. تفتكروا معايا في شهر 11 اللي فات سنة 2020 كان في صورة كده البطل من أبطال مصر في الشرطة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة يعني الفيسبوك، عشان حاول إن هو ينقذ آلاف المصريين في مترو الأنفاق ويسيطر على حريق فضحها بحياته. لو تفتكروا معايا الشهيد العظيم سيادة اللواء ياسر عصر، سيادة اللواء الله يرحمه، أسرته من ضمن الناس اللي اتكرمت النهاردة في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة 69. عايزين نعرف يعني إحساس التكريم إيه من مصر لهذا العظيم، واستقبال أسرة الشهيد لهذا التكريم، وتقدير مصر وتقدير بلده على اللي عمله وعلى تقديم روحه فداء لكتير مننا قوي من المصريين، عشان بس يعني يقوم بشغله بضمير ويحمي الناس اللي فيه والأرواح اللي فيه، فهو ضحى بحياته. الأستاذة صفاء سليمان الإمام زوجة الشهيد البطل اللواء ياسر عصر معانا دلوقتي عبر الصوت والصورة. تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. يعني أول سؤال ممكن أبدأ بيه مع حضرتك، يعني إحساسك كان إيه النهاردة؟ طبعا إحساس فخر واعتزاز وإن أنا كنت فرحانة جدا ليه وبيه الحمد لله، إن أنا بتكرم من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان بطولات جوزي العظيمة، وإن هو ضحى بنفسه، بس هو كان نفسي ان هو يبقى موجود معانا، بس الحمد لله الحمد لله. دايما الشهداء الابطال في مصر بيبقوا قدوه لينا، ودايما القصص وقصص حياتهم يعني وبطولاتهم بتبقى عبره لينا بشكل كبير. تحتاج ان حضرتك يعني تحكي لنا كده على بطولات سياده اللواء الشهيد ياسر عصر، وكان يعني نظام حياته ايه، وكانت الرسائل اللي انت عمرك ما تنسيها منه في كلماته وفي كلامه معاكي كانت ايه؟ هو والله كانت كل حياته شغله، هو كان بيحب شغله جدا وكان متفاني فيه جدا، وكان دايما بيقول لنا الآية الكريمة ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، كان دايما يقول لولادي كده حتى في المذاكرة احسنوا عملكم قوي وربنا اكيد هيديكم على قد عملكم. كان دايما هو كان بيحب قوي يساعد الناس، ما كانش بيبخل يعني لو قادر يعمل حاجة على فكرة، يعني هو يعني ما كانش بي يعني يعشم الناس قوي في ان هو يقدر يعمل لهم حاجة ما يقدرش يعملها، اللي بيقدر عليه بيعمله بس بيعمله على اكمل وجه، الدقة المتناهية، الاحسان في عمله، احسان في عمله متناهي، وهو كان شايف ان ده واجبه، وان هو ان دي الرساله اللي لازم يؤديها كل ضابط شرطه او جيش، ان هو يحمي الناس ويحمي البلد. فربنا اداله على قد تعبه ان هو نال الشهاده، ودي اعلى حاجه ممكن البني ادم يوصل لها. دايما زوجة الضابط بيبقى ليها معاناه الحقيقه، معاناه معنويه ومعاناه فكريه، ودايما بتبقى قلقانه. أنا محتاجة يعني أنا ممكن تكون التفاصيل دي مؤلمة، أنا مقدرة جدا يعني، بس أنا محتاجة إن أنا أتكلم معاكي يعني كإنسانة وكزوجة شهيد وزوجة ضابط، قد إيه أنتوا بتعانوا حياتكم استثنائية؟ أقول لحضرتك حاجة، أنا بيتهيألي يعني هو ده إحساسي، معرفش إحساس، بس بيتهيألي إن ده الإحساس العام، يعني ان زوجة كل ضابط بتبقى حياتها بتبتدي بعد ما هو بيطلع معاش، لان هي تقريبا ما بتبقاش هو بيبقاش متواجد، يعني هو بيبقى الحاضر الغائب يعني، بس هو طبعا كان يعني اهم حاجه في حياتنا، يعني كان سند وظهر وكل حاجه، بس الحمد لله يعني ربنا معوض ومخلف، ربنا يخلي ولاده يا رب ويبقوا امتداد ليه. هو طبعا كان انسان عظيم
فعلا كان انسان عظيم يعني، وهو كان بيتمنى الشهاده يعني، كان لما بيحصل اي استشهاد لاي ضابط كان بيقول يا بخته يا بخته، احنا هي دي رسالتنا في يعني، هي دي رسالتنا من يوم ما دخلنا الكليه العسكريه. كنت بتستقبلي الامنيه دي ازاي؟ والله على قد ما انا كنت ببقى من جوايا موجوع عند هو بيقوله، بس انا كنت يعني الشهاده ده شيء عظيم جدا يعني، بس هو يعني الفراق صعب، بس يعني يعني هو يعني الحاجه الوحيده اللي بتعزينا ان هو في مكانه كويسه جدا، وان ده يعني مع الصديقين والشهداء والنبيين والشهداء، دي يعني دي اعلى من كده ايه، اعلى من كده ايه. هو الفراق صعب ويوجع، بس ربنا بيدي بيصبرنا وبيدينا على قد ما احنا بنصبر يعني. انا دايما بقول للولاد كده ان هو ربنا اكيد هيدينا على قد هو مكان يعني بيساعد الناس، وعلى قد احنا ما بنصبر ونحتسب عند الله، فربنا اكيد هيدينا على قد ده. هو يعني ولاد حضرتك هو كان سنهم دايماً قد ايه، وهما كام ولاد ولا بنات يعني، محتاجه اعرف التفاصيل دي. هم اربعه ولدين وبنتين، حسن الكبير في ثالثه شرطه، وزياد في اولى شرطه، وامينه ثانيه ثانوي، واسماء خمسه ابتدائي. يعني انت ولادك الكبار برضو لسه شرطه يعني عايزه اقول ان الجهاد ليكي مستمر الحقيقه، يعني صعوبه الحياه والتفاصيل برضو مستمر الحمد لله. طيب ايه حضرتك أقول لك يعني حضرتك اتفضلي. هي عيلته نفسها يعني هو معروفين بان هم ناس متقنين لعملهم جدا، وان هم يعني هم بيحبوا كده يعني، هم بيحبوا ده، وهم يعني دي رسالتهم يعني. هو سواء هو ليه اخوات بسم الله ما شاء الله يعني ضباط ومهندسين ودكاتره، كلهم بيتقنوا عملهم جدا وبيتفانوا فيه، فانا دي مش حاجه غريبه عليه ولا عليهم بصراحه يعني، وانا عارفه ان ولاده هيبقوا امتداد ليه وهيبقوا كده باذن الله باذن الله. إيه يعني خايفة شايفين مش خايفه عليهم يعني، مش خايفه عليهم حتى يعني؟ لا مش خايفه عليهم من اللي جاي، او لا قدر الله نفس المصير بتاع باباهم في الصعوبات اللي ممكن يشوفوها. هو هقول لك الرد اللي هو رده عليا في الحادثه الاولانيه، قال لي هي شهاده حد يطولها، هي شهاده حد يطولها، على الاقل هبقى مطمنه عليهم، هبقى مطمنه عليهم، بس بعد الشر عليهم يعني، يعني ممكن يحصل بعد انا بقى مش ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يديك الصحه ويطول في اجلهم يا رب. انا بس عايزه اعرف من حضرتك كده يعني، البنات بقى يعني دايما البنت بتبقى محتاجه ابوها يعني في حياتها، ازاي هم بيكلموكي، او ازاي هم اما بيشوفوا المشهد بتاع تقدير مصر لروح ابوهم البطل بيقولوا لك ايه، بيكلموكي ايه، خاصه البنت بتبقى مختلفه خالص عن الولد. هم طبعا يعني احساس بالفخر غير عادي طبعا، واحساس ان هم ان هو رافع راسهم للسماء بيخلي اي الم يدوب بصراحه يعني. ان هم طبعا هم مفتقدينه جدا يعني، وان هم يعني كفايه هو كان بيحبهم قوي يعني، هو كان بيحب ولاده جدا يعني، كان هو حياته شغله وبيته بس، مفيش حاجه تانية والله يعني، كان اسعد وقت ليه ان هو يقعد معاهم في البيت بس يعني، مش وهو ما كانش يعني ما كانش ابدا بتاع ان هو اصحابي وخروج ولا لا 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 لا، هو عارف هي الحاجات المقدسة اللي لازم تحصل فعلا يعني، فعلا يعني قلما يجود الزمان بيه بجد، الله يرحمه ما يعظمش على اللي خلقه فعلا، فعلا الله يرحمه بجد. كان بيقول لهم ايه يعني؟ انت حضرتك هي البنات طبعا هي البنات يعني هم البنات طبعا هم مفتقدينه جدا، لان هو كان ما كانش بيطمن غير ان هم يعني، كان لازم يجي هو اللي يغطيهم ويقفل لهم الشباك بتاعهم، وهم طبعا مفتقدين ده قوي يعني، بس ربنا يعني قدرني واقدر اعمل ربع اللي كان بيعمله ان شاء الله. انت بطله يعني، دورك برضو بطولي وعظيم. اللي محتاجه برضو اتكلم فيه مع حضرتك يعني، هو كان بيربيهم على ايه يعني؟ انت حضرتك قلتي لي في بدايه الحوار ان هو كان بيربيهم على الاخلاص في العمل، بس ايه تاني من القيم اللي كان دايما بيوجهها ليهم في التربيه بشكل كبير، وكان يعني بيقول لك خلي بالك ان لازم تربيهم على القيم دي؟
التواضع، التواضع وطبعا حب الخير وحب عمل الخير، وان انا ساعد الناس، وان انا ما استخسرش مجهودي في حاجه، لان ربنا بيجازي البني ادم على، ولازم التفوق. هم كان وكان بيحبهم ان هو يبقوا ان هم يبقوا متفوقين عشان ما يعني ما يقاسوش في دنيتهم او حاجه زي كده يعني. والدقه طبعا في العمل، يعني هو كان دقيق جدا في كل حاجه بيعملها يعني جدا. طيب مع تقدير البلد، تقدير الناس ليه بقى؟ يعني اخباره ايه الناس اللي كانت تعرفه؟ لا ده هو بس مجرد، لا هو مجرد بس ما بيتذكر اسمه بحس ان يعني كان يعني سبحان الله كل حاجه بتستاهل وكل حاجه بتبقى بسيطه، وان هو الناس يعني كان يعني كانه اخوهم، كانه في ناس ما بتبقاش مجرد بس سماع الاسم يبقوا عايزين يقدموا اي خدمه، عايزين يعملوا اي حاجه. فالحمد لله ربنا وقف جنبنا بسببه هو يعني. هو كل حاجه جميله في حياتنا هو سبب فيها بجد بجد. كنتي متوقعه ان اليوم ده هيحصل؟ لا خالص خالص، حتى يعني على الرغم من امنياته في ان هو يستشهد. لا خالص يعني. انا كان دايما بقول له يا رب، عشان هو كان اكتر مني دقه وكده، كنت يا رب بقول له يا رب انت يعني يومي يبقى قبل يومك. طب عملتي ايه يعني؟ يعني ربنا يرحمه. احتسبته عند الله شهيد. انت واجهتي ايه؟ اصل انت بطله برضو يعني. انا يعني انا بتكلم معاكي كبطله. انت قدمتي لمصر برضو حاجة، يعني حاجه أنا عظيمه جدا. الله يخليكي. انا والله اللي قدمت لمصر حاجه عظيمه جدا هي السيده والدته بجد يعني. لان هي ربت يعني احسن اخلاق في الدنيا بجد بجد. وهي يعني انا بقعد اقول لها يا ريتك كنت انت يعني ما كنتيش طلعتي اخلاقه حلوه قوي كده، ما كنتش هحزن قوي كده بجد بجد يعني. لان هي كانت ست عظيمه فعلا، وهم كلهم ما يقلوش عنه يعني بجد. بس هو كان متفرد بصراحه يعني بصراحه. ويعني وسبحان الله هو ربنا بيبقى يعني فعلا بيقف جنبنا بشكل يعني بتبقى ايد ربنا قبل ايدينا، فبينزل الصبر الله والسلوان بشكل يعني. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا طبعا لما يعني انا كنت متعلقه بيه جدا بصراحه يعني. فهم كانوا متخيلين ان انا لما هشوفه هنهار، لا ربنا نزل في قلبي صبر غريب وسكينه يعني. انا كنت شايفاه نايم، ما في، مع ان كانت الاصابه شديده بس انا ما كنتش شايفاه غير ان هو نايم يعني. هو مغمض عينيه مطمن مطمئن جدا جدا. والمكان فيه سكينه كده سبحان الله سبحان الله. جالك في الحلم مره مثلا او قال لك اي رساله، او بتسمعي صوته من بعيد، او دايما في جمله متكرره كده ما بينكم بتفتكريها دايما؟ كتير كتير. ان هو كان دايما بيبصني على الولاد، وان انا اخلي بالي من نفسي ومن الولاد، وان انا اكمل اللي هو بداه. ايه اصعب حاجه بتشوفيها دلوقتي وبتواجهيها دلوقتي؟ عدم وجوده. مرارة الفراق. طبعا هو طبعا لازم الدنيا تكمل، بس هو كل حاجة ناقصة وهو مش موجود. ربنا يصبر قلبك. الحمد لله. ايه اكتر حاجة بتصبرك؟ وجود ولاده حواليا، وان انا احقق اللي هو كان عايز يكمله، وان شاء الله ربنا هيقدرني واحققه باذن الله باذن الله. والدته بقى بتقول لك ايه؟ وولاده هيكملوا مشواره. بتصبرني هي اللي بتصبرك. ودايما بنقرا قران. هي قويه جدا بسم الله ما شاء الله عليها، قويه جدا. ودايما تقول لي ان هو في احسن مكان، وان هم اولاده امتداد لي، يعني ما تحزنيش قوي كده عشان هو ما يحزنش، وهو اكيد شايفكم.
والحمد لله ان هو يعني كان دايما تقول اللي خلف ما ماتش، والحمد لله ان اولاده موجودين يعني الحمد لله. حسيتي بايه النهارده لما الرئيس كرم حضراتكم؟ حسيتي ان مصر بتقول لك يعني اطمني، ولا ايه احساسك بالظبط يعني داخلي؟ يعني مش مجرد ان انت زوجه شهيد، لا، احساسك كواحده بتربي لسه اولادها ولسه قدامها تحديات ولسه قدامها رساله عايزه تحققها وتطمن على اولادها، خاصه كمان ان هم يعني في كليه الشرطه وهيكملوا المسيره، حسيتي بايه؟ حسيت بمنتهى الفخر والاعتزاز، وحسيت قد ايه انا يعني قد ايه انا محاطه برئيس او وزاره، يعني توجيهات سيادته طبعا ليهم ان هم واخدين بالهم مننا جدا وبيرعونا في اي حاجه، وكل شويه وكل من وقت للتاني بيتصلوا بينا يشوفونا محتاجين حاجه، وبيتصلوا بمدارس الولاد. الحمد لله يعني ربنا موجود. وهو زي ما قال لي زمان، قال لي يعني لما كان في الحادثه الاولانيه بقول له طب افرض لو كان حصل حاجه يعني يا ياسر كنت يعني كانت هتبقى ازاي؟ قال لي هو انا اكرم ولا ربنا؟ ومين اللي هيبقى السند اكتر، انا ولا ربنا؟ فانا حسيت بده جدا جدا، وكان كان ربنا كان بيهيئني للحظه دي. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمه الحمد نفسه. الحمد لله الحمد لله. الله، دي جملة جميلة قوي، الحمد لله على نعمة الحمد نفسه. أنا بشكرك والله، وأسفة أن أنا تقلت عليكي ودموعك دي غالية علينا وعلى رأسنا، وربنا يا رب يقف جنبك دايما ويسندك ويبقى معاكي، ودايما كده نفخر بيكي لأن أنت برضو بطلة وعظيمة. الله يخليكي، ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. استاذه صفاء سليمان زوجة الشهيد البطل اللواء ياسر عصر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في متابعه حلقه النهارده من برنامجكم الحقيقه. وخلي بالكم من نفسكم والتباعد الاجتماعي، الكمامه، الكحول، تغسلوا ايديكم، التغذيه السليمه، حاولوا تعملوا خير كتير. الانسان ما بيوقفش جنبه غير عمله زي ما بنقول. الدنيا ما تدوهاش أكبر من حجمها قوي، يعني حاولوا تكونوا كويسين مع بعض، وحاولوا حتى أي حد مش قادرين تتعاملوا معاه تنسحبوا بالحسنى زي ما بنقول كده. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وتقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، إلى اللقاء.